رحمة الله وبركاته، يسعد لي مساكم حبايبي. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد سوسو بتعمله، وما تنسوا اللايك لسوسو، اللايكات كتير قليلة عندي، قلق المشاهدات، يعني 200 مشاهدة قلقها 15 لايك حرام، والله العظيم حرام. لو التعليقات كتيرة وما فيش لايكات، لازم نصدق من بعض مع بعض ونخلي في بيننا وبين بعض مصداقية. تعالوا أقول لكم وصفتنا اليوم، سهلة وسريعة واقتصادية ومكوناتها موجودة في كل بيت. طبعا راح نعمل مع بعض اليوم اسباجيتي، طبعا كلنا بنحب المعكرونة، وزي ما قلت لكم مكوناتها موجودة في كل بيت. طبعا هنا قطعنا الطماطم، الفليفلة الخضراء، طبعا مش موجود عندك ألوان حطي أي فليفلة موجودة عندك. طبعا حطينا زيتون وبصل وثوم وبابريكا وكمون وفلفل أسمر وثوم باودر وملح ومكعب مرقة والصلصة. دي المكونات اللي هنضيفها لطبختنا اليوم. ما في أسهل منها وما في أشهى منها، أنا كتير بحبها، رح أعملها بطريقتي، كل واحد له طريقة خاصة فيها. شوفوا طريقتي وقولوا لي شو رأيكم، إن شاء الله تعجبكم يا رب. طبعا المعكرونة هنا، ما تنسوا اللايك، راح أفكركم كل شوي باللايك. طبعا حطيت أنا هون الزيت على النار، راح أتركه تيسخن وراح أنزل عليه بالبصل. زي ما قلت لكم اسهل من هاي الوصفه ما في، تنفع عشاء تنفع غدا تنفع باي وقت. طبعا هون الزيت سخن معايا، راح انزل بالبصل. طبعا احنا شقحنا البصل بهاي الطريقه ترنشات، لان هيك الاسباجيتي بتعوز هيك ترنشات. طبعا راح نترك البصل يتدبل، مش راح نخليه يحمر، لانه لما يكون متدبل يبقى طعمه اشهى بالمعكرونه. واللي وصل معي لهنا يحط لي اللايك. زي ما قلت لكم لازم نسلق مع بعض عشان نكبر ونبقى زي القناه الكبيره، نراعي بعض ونراعي ضميرنا مع بعض. مش راح اتكلم اكتر من هيك لأن تعبنا وإحنا نقول، والله العظيم حتى بنزل الفيديو بعد ثواني، بعد ما نزل بثواني قال الناس صارت معلقة. طب إزاي؟ أنت دخلتوا شفتوا الفيديو شفتوا المحتوى، إمتى دخلتوا وعلقتوا؟ بزعل كتير من هذا الموضوع، لأنه بيضيعوا تعبنا وبيضيعوا مجهودنا، ومش بالسهولة نعمل الفيديو نصور ونمنتج وحرق أعصاب طول النهار. فما تأحبطوناش، ما أنتوا كده بتأحبطونا، وبتشكركم كلكم على تعليقاتكم الحلوه اللي بتعلقوا لي اياها، ما نحرمش منكم ابدا، انتوا اخواتي واحنا بقينا عيله، والله العظيم بقينا عيله بجد، ما عدناش نقدر نستغنى عن بعض. طبعا هون البصله دبلت معانا زي ما قلت لكم، انا سبت الموضوع وقعدت لك. طبعا انا سجلت صوت، بعد ما كنت مسجله الصوت الاصلي كانت ملوكه جنبي وما ينفعش صوت اطفال، طلع صوتها كتير بالفيديو، ده اللي خلاني اضطر اسجل فيديو. طبعا انا نزلت بالتومه، زي ما قلت لك كتر التوم على المعكرونه بيخلي طعمها شهي. طبعا رح نترك التومه كمان نشقرها تشقير، مش رح نخليها تحمر. زي ما قلت لكم البصله دبلناها التتبيل. هون معاي معلقه صلصه، راح اتركها دقيقه بس بالزيت والثوم والبصل، بتعطي نكهه، تبقى نكهه حلوه قوي، الريحه كان طالعه ايه بتشهي والله، زمانها وصلت لعندكم، اللي وصل لعنده الريحه يقول لي بالتعليقات وصلت الريحه لفين. طبعا هون راح انزل بالفلفل الاخضر والزيتون، اللي ما بيرغب الزيتون مش شرط يحط، دي يعني مش شرط، حسب انت رغبتك.
طبعا راح نقلبهم شوية كمان ندبلهم. طبعا السباجيتي ما بدها الحاجة تكون ما اقولها لكم ازاي، بندبل خضرتها يعني ندبلها تتبيل. اوكي انا بتلخبط لما اسجل صوت غير لما يكون مباشر. طبعا هون دبلناها، هسه ننزل بالتوابل زي ما قلت لكم، كمون، فلفل اسمر، توم باودر، بصل، وانت حسب رغبتك حسب الفلافل او التوابل اللي بتحبيها حطي، انا بحبها هيك بفضلها هيك. طبعا ومكعب المرقة لسه هنضيفه بعد ما ننزل بالطماطم. كان هون احنا دبلنا الخضرة ونزلنا بالطماطم، طبعا الطماطم مش هندبلها هنخليها تستوي. وراح ننزل مكعب المرقة، ونغطي عليها ونتركها تستوي براحتها، ونروح نسلق المعكرونة. طبعا الصينية اللي جنب المقلاية هاي الصينية اللي حاسلق فيها المعكرونة، طبعا المية هاي بانت عليكم صارت تغلي، راح احط معلقة زيت عشان ما يعجن المعكرونة منا، لازم لما تيجي تسلق المعكرونة تحط معلقة زيت بالمية لما تغلي. ماشي، قولي ماشي، حطي لي لايك، اللي وصل لهنا يحط لي لايك، وما تزعلوا من كلامي غصب عني والله، لاني مقهوره وزعلانه من هذا الموضوع كتير. لما يكون 200 مشاهده الاقي 20 لايك او 18 لايك، ما ينفعش كده. طبعا هون انا نزلت بالمعكرونه وراح نتركها تستوي ونرجع لكم. هون صارت جاهزه معانا، طبعا اطفي عليها الصلصه بتاع المعكرونه. حطوا لايك لسوسو. طبعا سلقنا المعكرونه وصفيتها من الميه وغسلناها، هننزل بالصلصه عليها، وتفضلوا كلوا معايا، الطعم لا يقاوم، اقسم بالله جربيها بهاي الطريقه مش راح تخسر شيء، وراح تحبيها وراح تعمليها على طول. وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بتمنى تكون نالت اعجابكم. طبعا ما تنسوا اللايك لسوسو، تفضلوا معنا، صار فينا أقولكم تصبحوا على ألف خير حبايب قلبي، باي باي.